بالعربي يعني غشيمة، وهي متعهد توصيل الأكل للجنين والتخلص من كل مشاكله، لأن هو منعزل عن العالم الخارجي، لا يقدر ياكل ولا يقدر يتنفس ولا يقدر يتخلص من البولين والكرياتينين اللي في جسمه ولا التوكسينز ولا أي حاجة. البلاسينتا هي متعهد التوصيل ما بين العالم الخارجي وبينه. والبلاسينتا عشان كده بقول الديفينيشن بتاعها is the organ of exchange of material between mother and fetus. شيء هنفرع على صور جيدة دي، عامل زي القرص الدايمتر بتاعه من 15 ل 25 سم، والسكنس يعني عارفين انتوا القرص بتاع ساعات بيبقى فيه فقاير او حاجه زي كده، عامله زي الفطيره، الدايمتر من 15 ل 25 سم، والسكنس 3 سم، والوزن من نص كيلو ل 600 جرام، من 500 ل 600 جرام. لو ده جدار اليوترس البلاسينتا بتركب فين؟ مكان الامبلانتيشن، يبقى انه حته اوفر ارم زي السي وول اوف يوترس. ولما بتركب البلاسينتا بتحتل من حوالي 15 ل 30% من المساحه الداخليه اليوترس. ده مين ده؟ دي البلاسينتا، ليها سطحين. لما تنفصل من اليوترس بيبقى ليها سطح مقابل لجدار اليوترس اسمه ماتيرنال، والسطح الثاني اللي مقابل الجنين طالع منه حاجه اسمها الحبل السري او امبليكال ايه؟ كور. يبقى ليها سطحين، سطح اسمه ماتيرنال لازق في جدار اليوترس، والسطح الثاني اللي طالع منه الامبليكال كور اسمه فيتال سيرفيس، وبين التو سيرفيسز السكنس 3 سم. والدايمتر 15 ل 25، والوزن 500 ل 600 جرام. تعالوا نشوف السيرفيس، عندنا فيتال سيرفيس، والفيتا سيرفيس ده الواجب للجنين، قلنا عنه معلومه بيطلع منه الامبريكال كورد وبيتغطى بحاجه اسمها الامنيون. كان الاول الامنيوتيك كافيتي كانت فوق الديسك بتاعنا، وبعد ما حصل اكسبانشن الامنيوتيك كافيتي سراوند ذا فولدد امبريو، لان الامبريو بقى مبني على نفسه بقى اسطوانه. وكمان الامنيون اللي غطى البيبي من بره هيغطي اللي طلع من بطن البيبي، يعملوا كفر مين؟ الامريكان كور، وكمان يغطي الفيتال سيرفيس اوف ايه؟ اوف بلاسينتا. وهنشوف صور الكلام ده. الماتيرنال سيرفيس هنشوف يعني ايه في اليفيشنز لما ناخد البلاسينتا اتخلعت، بنبص على الماتيرنال سيرفيس نلاقي فيه اوبر، هنعرف اسمها وسببها سبب تكوينها. الاوبر دي اسمها ظريف قوي، اسمها هتحبوه اسمه كوتيليدونز. كوتيليدونز من 15 ل 20 كوتيليدونز اوبر موجوده على الماتيرنال سيرفيس، ودي الفايده. يبقى لو انا قلت لك ايه الفرق بين التو سيرفيسز، الماتيرنال سيرفيس ده بيبقى مواجه لول اوف ذا يوترس، والسيرفيس ده بيبقى فيه اليفيشنز اسمها ايه؟ عايز اسمعها منه؟ كوتيليدونز. تمام، كوتيليدونز كام عليهم؟ من 15 ل 20 واحده من دول اوبر، هنشوف شكلها. اوكي؟ والسيرفيس الثاني فيه مستين او فيه صفتين. اول صفه ان بيبقى طالع منه الامريكان كورد اللي هو الحبل السري، ومتغطي طبعا من مين؟ من الامنيون اللي مغطي كل حاجه عندنا جوه دلوقتي. بعد الفولدنج هذا الامنيون بيغطي البيبي، بيغطي الامريكان كور، ويغطي السيرفس بتاعنا اللي هو الفيتال سيرفس. الدايمتر من 15 ل 25 سم، السكنس 3 سم، الويت من 500 ل 600 جرام، والسايت فين؟ في السايت اوف ذا امبلانتيشن. يعني لو الامبلانتيشن في مكان غلط تحت في اليوترس هيعمل بلاسينتا اسمها بلاسينتا بريفيا. لكن اليوجوال هنتكلم عن نورمال، اليوجوال في الابر بارت اوف ذا بوستيرير وول اوف ايه؟ اوف يوترس. يا ترى السيرفس ده مين فيهم؟ يقول لي السيرفس ده مش طالع منه امبريكال كور، امال يقول لي ايه ده؟ ده طالع من حته ثانيه. السيرفس ده هتلاقوا فيه اليفيشنز صحيح غير منتظمه الشكل. اليفيشنز مش منتظمه الشكل، بس هي اليفيشنز. وبين كل اليفيشن والتاني في جروف، شايفين الجروفز دي؟ فالجروفز دي قسمت الماتيرنال سيرفيس الى 15 ل 20 كوتيليدونز. ادي واحد منهم اللي محدد بالنقطه البيضاء دي. في تاني واحد هنا، في واحد هنا، في واحد هنا، ولازم بين كل اليفيشن والتاني يبقى في حاجه تفصلهم. ايه اللي يفصل اليفيشن عن اليفيشن؟ جروف. وهو ده اللي حصل، ان البلاسينتا هتعمل جروفز انترنال ليها، وكل جروف ينزل في البلاسينتا يبقى بينه وبين زميله في اليفيشن اسمه ايه؟ كوتيليدونز. ده الامبريكال كور، نشوفه من الناحيه الثانيه. ده السيرفس الثاني اللي اسمه ايه؟ فيتا، اللي انا بقوله دلوقتي هو الجروس فيتشرز. جروس يعني بعينيا بتفرج على البلاسينتا. لما قلت شكل البلاسينتا من الخارج قلت انها ديسك شيب، وقلت ان الدايمتر بتاعها 15 ل 25،
والسيفلس وليها كام سيفلس؟ ماترنال يعني لازق في اليوترس وفي تبولج للجنين. ايه الفرق بينهم؟ الماترنال في اليفيشنز اسمها كوتريدونز وعددهم 15 20. السيفلس الاخر اسمه فيتا وده اللي طالع منه الامبريكال كورد ومتغطي باللي غطى كل حاجه هنا بالامنيون اللي هو الامنيوتيك ممبرين. الفيتا سيفلس بنلاقي ان الامبريكال كورد وده سبب مش معروف نوت اتاتشن سنترال اتاتشن في الفيتا سيفلس لكن هو نير سنتر. اليوجوال اللي احنا بنلاقي الامبريكال كورد مش في السنتر لكن نير نير سنتر. وكمان بنلاقي ان السيفلس ده بيلمع. ليه بيلمع؟ عشان متغطي بطبقه اسمها امنيون. الامنيوتيك ممبرين مغطيه فالفيتا سيفلس يا جماعه متغطي من الامنيوتيك ممبرين. فاكرين لما قلت لكم البلاسينتا بتتكون من شريكين بيتحدوا مع بعض عشان يعملوا شركه واحده اسمها البلاسينتا؟ كان احد الشركاء جزء من اليوترس الاندوميتريم افتر امبلانتيشن بيسموها ديسيديوال. وكانت ديسيديوال ثلاث انواع بزالس تحت الامبريو كابسولاريس مغطيه عليه برايتاليس مالهاش دعوه في بقيه اليوترس. مين من دول يفضل كجزء من البلاسينتا؟ ديسيديوال بزالس. طب الامبريو ده اللي اسمه كورونيك فيسكل ومن الكرة دي طلع تيرشن باللاي اول اراوند. التيرشن باللاي مواجهه للسيتو بزالس ابتدت تبقى متطوره وتبقى اسمها كوريون فراندوزا. وقلت لك ان الجزء الاول من الكورونيك بيسك اللي مطلع كوريون فراندوزا اسمه كورونيك بليت. والسيتو بزالس اسمها سيتو بليت. يونيون بين تو بليتس سيتو بزالس مع الكورونيك بليت يبقى سيتو بليت يعني سيتو بزالس كورونيك بليت اللي هو كوريون فراندوزا. فاكرين مواصفاته؟ اللي هو تنشن فيلس في دراعات جانبيه والدراعات الجانبيه سميناها فلوتنج او ابزوربنج لان بين كل فيلس والتاني في بحيره دم. الدم اللي في البحيره دي تبع مين؟ الام ولا الجنين؟ ماتيرنال بلاد يعني تبع الام، ماتيرنال بلاد يعني تبع الام. قال لي ان هو طبعا ده كونكتنج ستوب لاول مره في حياتي شفتوه قلت لي دي اكيد هيبقى الامريكان كورد بعد كده. بعد الفلوتنج عارفين ده كان فين؟ كونكتنج ستوب ده اتحشر في الفتحه اللي اسمها بريدت الامريكان رين. منع الالتصاق من اربع اطراف في الفوضي وساب لي اوبننج في البحر وسمي لك اوبننج دي بريمتيف امريكان رينج. وطبعا عرفنا بعد كده ان في جزء من اليوسم دخل جواه اسمه الالاتايز. ده جزء من وول اوف كوريونيك ديسك حته بس من اول هنا لغايه هنا لكن هي دايره كامله. الجزء ده طبعا منه تشن باللاي شايفين الفروع الجانبيه يبقى ده كوريون فراندوزا. يبقى هنا هيبقى في ديسيو ديزاين السيركم مع بعض عشان يعملوا مين؟ البلاسينتا. يبقى ده مين؟ الامريكان كورد بعد الفوضي. هنا الصوره مجمعه اكتر. بصوا هنا ايه اللوب فاتح ده؟ ده الامنيوتي كابتن. وهنا ده الكونكشن اللي بيني وبين الكورنر اللي هو الكونكتنج ستوك. الجزء ده بس الفيلاي بتاعته مختلف في الشكل عن الجاي. الجزء ده بس اسمه كورونيك بليت عشان طلع منه الزرع بتاعه حته الارض دي الزرع بتاعتها داخله في تكوين بلاسينتا فيسموها كوريون فراندوزا. والجزء اللي هو اللي طلع منه كوريون فراندوزا بيسموه كورونيك بليت. كورونيك بليت بارت اوف ذا كوريون ويتش جيف اوريجين تو كوريون فراندوزا. طبعا الاصفر ده ديسيديو اكزاكس اللي هي ديسيديو بليت. ديسيديو بليت مع كوريون فراندوزا مع بعض يعملوا ايه يا جماعه؟ يعملوا البلاسينتا. ستراكشر اوف ذا بلاسينتا. هاتين فرق عليها من جوه. امال احنا عملناها ده ايه؟ من بره جروس. اتفرجنا عليها من بره يا جماعه وفهمنا الجروس فيتشرز بتاعتها. عايز اشوف بقى من جوه لما اتحدوا الاثنين مع بعض هاخد سيكشن فيها اشوف تركيبها الداخلي. لانك لو فهمت تركيبها الداخلي هتعرف ازاي هي بتشتغل الوظائف بتاعتها. تعالوا نشوف الرسمه دي. الرسمه دي برضو فيها برضو لسه رسمه فيها ستراكشر بيوريك البلاسينتا. هنا ده الكاب ده اسمه ايه يا جماعه؟ رمادي. مين شكروني مين ده؟ امنيوتيك كابتن. امنيوتيك كابتن. عايز حد شاطر قوي يقول لي بقى كابتن اللون فاتح ده. برافو عليك الصوت جاي منين؟ برافو عليك اكسترا ميكس لون ليه اسم تاني؟ كرونيك كابتن. اسمه كرونيك كابتن. اللي بتفرج على بعضها اسمها كرونيك بيسك. البيبي لما لف على نفسه الامنيوتيك كابتن لف حواليه الكلام ده كله كسر الكابتن اللي براه. لان كان الوضع ازاي؟ كان الميرونيك ديسك فوقيه امنيوتيك كابت تحتيه اوكسجين وبراهم اكسترا ميرونيك سيلوم اراوند. فالامنيوتيك كابت لما كبر وابتدى يلف بين كده جوه الكورونيك كابت اللي بره. فاحنا لسه جوه الكورونيك ديسك. لان الجدار بتاعي ده اسمه الكوريون هو اللي طلع من الكوريون فراندوزا وده الكابت اللي جوه اسمها الكورونيك كابت يا جماعه. ولكن ده اللي كان فوق الامبريو قبل ما يعمل فوق الامنيوتيك. الرمادي ده كان الامنيوتيك كابتن ولما ابتدى يعمل فولدنج ابتدى يبقى حوالين الايه؟ فاللي حوالين الايه دلوقتي مين؟
قبل الصورة دي بس فوقين أمنيوتي كابت تحتين يوك سات حصل ايه في الأمنيوتي كابت كده ده يحصل عن اسمها ايه؟ فوضي كل ده جوه مين كابت بره الكلام ده كله اسمها كورونيك كابت لأن انت جوه كورة اسمها كورونيك فيسكل فاكرين لما قلنا كورونيك فيسكل الجدار بتاعها اسمه كوريو وهو ده بيطلع منه في اللاب والكابت اللي جوه اسمها اكسترا برينكسيلوم أو كورونيك كابت تلاقي اسمين ساعتها قلت لكم الاسم ده صح والاسم ده صح اوكي فده اسمه امنيوتيك كابت وده هو مين كان كورونيك كابت وايه الاصفر ده كان اليوت ساك اللي فاصل بعد فاضي وفاضي الجزء منها بره اسمه ديفينيتيف ايه يوت ساك وطبعا ده كونكتنج ستوك اللي رايح للمنطقه اللي اسمها كورونيك بليت اللي هتخش تكوين البلاسينتا طبعا هنا ديفينيتيف يوت ساك هيحصل لها جينيريشن مش هنستعملها في حاجه وهتبتدي انها تختفي الصورة دي منتهي هنفهم مع بعض ايه التركيب الداخلي بتاع البلاسنتا تاني يا جماعه واحنا قلنا ايه في البلاسنتا اول حاجه ديفينيشن ذا اوردر اوف تشينج اوف ماتيريال بتوين مذر اند عارفين اللي هو تاجر التوزيع اللي بيوزع بين تاجر الجمله وسيط هي وسيط بين الام وبين مين وبين الجني تمام عرفنا عنها ان هي ديسك لايك و15 ل 25 سم في الدايمتر و3 سم في السكنس والوزن كام؟ 500 ليها كام سيرفيس؟ ماتيرنال وفيتا ايه الفرق بينهم؟ الماتيرنال في اليفيشن سميناها بوتيليتوس وعددهم 15 ل 20 والفيتا سيرفيس بيلمع وماسك فيه امريكا كورد مش في السلطه مير سلطه طب ليه بيلمع؟ عشان فيه امنيوتيك ميمبرين مغطي عليه وكانت الصوره دي اللي فاتت عشان اوريك الامنيوتيك ميمبرين ازاي اهو ده الامنيوتيك ميمبرين ده لما يكبر هيبقى مغطي على الفيتا سيرفيس اللي طالع منه امريكا كورد تعالوا نشوف بقى البلاسنتا من جوه الترمينال ستراكشر بتكون من ايه؟ عارفين ده ايه قبل ما اطلع الاسهم؟ ده تيرشري فيرنس في الكوريو فرندوزا من هنا لغايه هنا اسمه ستيم واللي طالعين بالعرض دول اسمهم فلوتنج او ابزوربي والمكان اللي بينهم بين باللايك اسمه انتر فيرنس سبيس طيب نشوف كده نفكر مع بعض ونقول التركيب الداخلي بتاع البلاسنتا من اول الفيدا سيرفيس لغايه الكوتريدوز الناحيه الثانيه شوف بينهم في ايه. انا اول فيتا سيرفيس كان اول طبق كان الامنيو فاكرين؟ وبعد كده الوول اوف ذا كوريون لان انا حته الكوريونيك فيلاي دي طالعه من حته من الوول اوف ذا كوريون. يا ترى الوول اوف ذا كوريون كان متكون من ثلاث طبقات اللي هم مين؟ سنسيتي وسايكو ميزو. تعالوا نشوف بعض. ده يا جماعه الجزء ده حته الارض اللي طلع منها الكوريون فراندوزو فيسموها كوريونيك بليت. كورونيك بليت بتتكون من ايه؟ نعد بعض. أول طبقة اللون الأزرق دي أمنيوم. أول طبقة أمنيوم اللي هو الجدار بتاع الأمنيوم الكافي اسمه أمنيوم. بعد كده عندنا من جوه لبره سوماتيك ميزوديرم. الميزوديرم ده كان السوماتيك فاكرين بتاع الاكسترا بيروسي نوع؟ سوماتيك ميزوديرم. ومن خلال مين؟ سايتوتروفوبلاست. الألوان باينة أكتر في الشاشات. سنسيتيو تروفوبلاست يبقى الكروني بليت اللي هي الطبقه الاولانيه اللي على الفيتا سيرفس اللي طبعا منها البريكا كود بتتكون من اربع كلمات كان اصلا ثلاثه لما كنت بتعلم معاكم الهول اوف ذا كوريون اللي طلع منه في اللاي دي كان ثلاث طبقات بس اللي طلع منهم في اللاي دي لو تفتكروا كان سنسيتيو سايتو مستر بس بعد الفوض والامنيوتيك كابت لما كبر انضاف الطبقه رابعه اسمها ايه؟ اميون عشان قلت لك الفيتا سيرفس انضاف الطبقه اميون عشان كده بيلمع فلو عملنا سيكشن كان اول طبقه من ناحيه الجنين هيبقى اسمها امنيوم وبعدين مين يا جماعه؟ ميزوديرم وبعدين سايتو تروفوبلاست وبعدين سنسيتيو تروفوبلاست ايه دول؟ يقول لو بصيت في الشاشه هتلاقي ده لونه احمر والازرق اللي جنبه ده امبريكال ارتري وامبريكال فين ايه دول؟ امبريكال ارتري خارج الجنين فيه دم مش كويس مليان سي او 2 ويست برودكتس عايزين ننضفه بالرغم من ارتري في مكانين هينعكس نوع الدم في الارتري مع الفين يوجوالي الارتري اوكسجينيتد بلاد يوجوالي الفين دي اوكسجينيتد بلاد ما عدا مكانين رابع الهرمون السيكريشن والامريكا سيكريشن ده الجاي لان نوع الارتري او الفين مش على حسب نوع البلاد اللي جوه على حسب اتجاه الدم فالدم اللي خارج من البيبي خارج من القلب بتاعه خارج من البيبي ده ارتري واللي راجع يبقى فين فعشان كده انت عندك على السيرفس ده اللي اسمه الفيتال سيرفس في عندك ارتري رايح خش في اللاين
الدم اللي فيها يتغير ويرجع الدم عن طريق الفين. في عندنا جوه الامريكا كورت اثنين ارتريس وان فين. رايت اند ليفت امريكان ارتري وان امريكان فين. تمام؟ دول اللي بيعملوا ايه؟ بيودوا البلاد بتاع الجنين للبلاسنتا ويسحبوا البلاد الحلو للجنين بعد كده تاني. مين اللي يدخل البلاد للبلاسنتا من الجنين؟ الارتري. ومين اللي يسحب البلاد بعد ما تنضف وبقى حلو؟ الفين. تمام؟ تمام. طبعا ما دام ده الكورونيك بليت يبقى ده التسيلي واد بليت اللي فوق وده معمول مالي من التسيلي واد بزاز اللي فيها ماتيرنال ارتيولز. شايفين دول؟ ولما عدوهم لقوهم في كل البلاسنتا من 80 ل 100 ارتيول. وكل ارتيول من دول بيفتح في الاوضه دي. هيصب الدم اللي فيه هنا. المكان ده كان اسمه ايه؟ انتر فينوس سبيس. تمام. وطبعا لازم يكون في ارتيول وفي فينيول. لان الارتيول بيدخل دم حلو في السبيس. يعني يدي الحلو اللي فيه ده للفلاي عشان تخش جوه البيزنس ديت وبعد تروح لمين؟ للفين على الجنين. لكن يا جماعه البلاط بعد كده لازم بعد ما اخلص الاكسشينج يرجع تاني يروح فين؟ للفين ويجي بداله وهكذا. سيركوليشن بتحصل. يبقى دلوقتي عندي الدي سي دي وبزانس فيها ايه؟ فيها ارتيولز وفيها فينيولز. عدوا الارتيولز لهم كام؟ من 80 ل 100 في كل البلاسنتا. من 80 ل 100 ايه؟ ارتيول. طب مين شاطر بقى؟ يفتكر الاختراق اللي حصل في الايبس. فاكرين الفيلايت قشر الفيلايت كل قمه فيلس اخترقت وفي خلايا طلعت وفرشت بالعرض. مين يقول لي السهم دلوقتي بالشارع ايه؟ سايتوبروكوبلاستيك شيم. لما كل فيلس كان المفروض ان من بره لجوه بس نسيته الاول وبعدين سكت. في القمه بتاعه الفيلس ده والفيلس ده وكل الفيلايت السنسيت اتقطع والسايتو خرج وانتشر سايد وين وراح مغطي على الانترفيرس سبيس. فاهمين؟ لو عندك مثلا 10 شجرات وكل واحده يطلع منها خلايا من قمتها والخلايا دي تنتشر سايد وين تعمل طبقه قشره ويسموا القشره دي ايه؟ سايتوتروفوبلاستيك شيم. ايه اللي بين بقى التو بليتس؟ ايه دول؟ ايه ده؟ يقول لي الدكتور ده الستيم فيرس اللي وصل من الكورونيك بليت للسينيور بليت. طب ايه اللي بالعرض دول؟ ده الستيم فيرس شفتوه؟ ايه الصغيرين طالعين من العرض اسمهم ايه؟ ابزوربنج او فلوتنج. ابزوربنج ليه؟ بيمتصوا الاكل من البحيرات اللي في الوسط ما بين النيو باللاي. طب ليه فلوتنج؟ معينين في الدم بتاع الام. يبقى ما دام ده فيلس ستيم فيلس ستيم فيلس يبقى الاوضه دي اسمها انتر فيلس سبيس. انتر فيلس سبيس دي يا جماعه لو فضوا الدم في كل الانتر فيلس سبيس اللي في البلاسنتا يلاقوا 150 مللي بلاط. يلاقوا 150 مللي بلاط. كده الكلام ده جاي بعد كده في حاجه اسمها بلاسنتر سيركوليشن. مش معايا في الاستراكشر دلوقتي بس عشان انا هيتلا. اوكي؟ البلاد اللي هنا جه منين؟ من الارتيون. ورجع من مين؟ من فين؟ كويس خالص. امال ايه دي يا دكتور؟ يقول لي انت سيتي وبزالس بتزق السنسيتي والسايكو وتعمل حاجه اسمها دي سيتي والسيبتم. كل سيبتم من دول بينزل بيعمل قباله من فوق جروف. شايفينه؟ الجروف ده بيفصل بين تو اليفيشنز. يبقى دول مين؟ الكوتريدوس اللي على ماتيرنال سيرفس. ما دام ده فيتر سيرفس يبقى ده ماتيرنال. السته دي بتوصل للفلور بتاع السبيس؟ بتوصل للكورونيك بليت ولا ما بتوصلش؟ ما بتوصلش. طب ايه سبب وجودها يا دكتور؟ بتتكون من ايه؟ مين يقول لي الاول بتتكون من ايه؟ كل سته من دول نزل الديسنيو بزالس في القلب زقت على ايه؟ السايكو والسنسيتيو. فاكر اول مره سمعت كلمه سنسيتيو تروفو بلاست حطيته. بس بعد شويه خلاص بقينا نقول سنسيتيو تروفو بلاست عادي ومكانها فين؟ وانا اتوقع السيستم ده بيتعمل من ايه؟ تقول لي لما الديسنيو دي تزق على السايكو والسنسيتيو بتاعك يبقى السيستم معمول بمين من ثلاثه؟ سيديو بزالس على السايكو زقها وعلى السنسيتيو. مش موجود في الكتب يا جماعه تفسير وجود الست ده. لكن اعتقد من عينيكم شايفه دلوقتي متحفزه. حد فيكم هيفكر في فكره ويقول لي ليه ربنا خلق الست؟ وعشان تتكتب في الكتب لازم في بحث بيبر ريسيرش رسمي ويقبل وينزل رسمي في الكتب. فما بتكتبش تفسيرها. تفتكروا ليه؟ انكريز سيرفيس. بص هي مش ابزوربنج. لو انت بتتكلم ان هي بتعمل ابزوربشن لا. ها مور؟ لا. ها ايوه. زود البريشر. ها؟
ايوه معلش سوري تشاورك الناس ويستحق الاشاره زي ما هي حاجه حلوه قوي. قول اتحرك فين؟ اتجاه ناحيه ناحيه ايه؟ فهمتوا عايز يقول ايه؟ انا فهمتوا عايز يقول انا اتوقع ودي مش مكتوبه في الكتب بس هو فكر زي ما انا فكرت برضو ان البلاد اللي نازل ده محتاج ان هو ريدايركت تورز زوز فلوتنج فاحنا في ارتيريول فوق الفلوتنج بتاع بس البعيد البلاد بتاعهم هيخبط في السبتم ويروح على مين؟ يروح تاني على الصوربين فالبلاد بص السهم ده بص السهم ده يا جماعه هو احتمال شاف السهم ده البلاد الناس البعيده عن الفيروس لا هو حياتي فزي ما يكون بيعمل ريدايركشن طب الكلام ده رسمينا ده تخيل لينا ده فكرنا اللي ممكن يكون ده سبب وجود هذه البلاسنتا كيسف اوكي مين شاطر بقى قبل ما اقول اخر حاجه في الانترنال ستراكشر بلاسنتا يقول لي تاني نراجع مع بعض البلاسنتا بتتكون من ثلاث عناوين كبار اللي هم كوريوني بليتس ديسيجوال بليتس وبينهم الفيلاي والانترفيلس بيس على فكره الحته الصعبه قوي في البلاسنتا لو خلصناها البلاسنتا خلصت تعالوا قولوا معايا كده انترنال ستراكشر اوف بلاسنتا مين هيقول معايا يا جماعه السهم لما يقع تقول لي ايه طبعا اول حاجه دي اسمها ايه واللي فوق دي سي واللي منهم انت في لاي وانت بلس ايه سبيس تبتدي من كورونيك بليت يا السهم اللي يطلع قول اميون برافو تمام انا من جوه لبره يا جماعه الكورونيك ديسك كده الكوره كده فمن جوه الكوره طالع لبره فاول حاجه السيماتيك ميزوديرم مكتوب ميزوديرم بس هو سيماتيك ميزوديرم من مين ده؟ سايتوبروفوبلاست مين ده؟ تمام كل ده بيطلع يعمل مين الفيروس اللي هنشوفه دلوقتي طب ده الكرونيك بليت في بليت تاني فوق تحت المصر تحت اليوترس اسمه ايه؟ ديسيدوال بليت طبعا احنا السيرفس دول اللي هو الكرونيك بليت بيخترق بارتريس وفينز اللي هم مين الامريكال ارتريس والامريكال فينز الامريكال ارتري بيودي البلاد فين؟ يقول البلاد جاي من الجنين دخل في الفيلاي وفي الابزوربي ده بلاد مش كويس اللي هيحصل له اكسجين والبلاد اللي راجع بعد كده من البلاي عن طريق البيز تروح للجليد بقى البنزين تدي له الحاجات اللي خدها من الارض مين اللي فوق ده؟ ديسيجوال بليت بيتكون من ايه؟ ديسيجوال بليت تمام وايه كمان؟ يقول لي وحاجتين كمان طبعا ديسيجوال بليت غنيه بالافرس اللي بتفتح في الانترفيلس سبيس عدوه بتوع تمرين لمية في كل بلاسنتا برافو عليكم وطبعا البلاد نازل ارتيريال وراجع من فين؟ فينس بلاد لفينيو مين الخلايا دي؟ الخلايا اللي خرجت من القشره في اللايف منتشره في السايد واي عشان تعمل قشره اسمها ايه القشره دي يا جماعه؟ سايتوتروفوبلاست تشاف تمام؟ طبعا السيتوتروفوبلاست اللي هو اللون اللي هنا وفوق اخضر بس هو بيتغير الصوره بين التو بليتس عندنا اللي موجود معاه باللايف والانتر فيلر سبيس والباللايف بنقسمها نوعين من اول الكورونيك بليت في السيتوتروفوبلاست بليت ده اسمه ستيم جذع الشجره اللي الانكس بتاعه حصل ربطشر للسنسيتيو والسايتو خرج يما ليه الصغيرين دول؟ ابزوربنج او فلوتنج؟ ابزوربنج هم اللي هيمتصوا الاكل من الدم بتاع الام وفلوتنج اللي هم عايمين في البحيرات اللي ما بين التوب والبحر طبعا اللي هي دي انتر فيلس سبيس دي يا جماعه اهي نعرف انها بين كل اثنين في اللايف في سبيس اسمها انتر فيلس سبيس يحتوي على الضغط كل انتر فيلس سبيس بلاسنتا على حوالي 150 من الضغط جاي منين؟ يقول لي جاي من الارتيولز اللي بتفتح في الروف بتاع الانتر فيلس سبيس عدده من كام؟ من 80 ل 100 ارتيول بيدوا ارتيريا بلاد حلو وبعد ما يحصل له اكسيد تشينج بيطلع بلاد تاني يروح على مين؟ على الفينيو اوكي؟ ايه بقى المكون الاخير بعد الانتر فيلس سبيس؟ ايه ده يا جماعه؟ ديسيديوال سيبتا مش واحد دول سيبتا وكل سيبتا من دول اتعمل ازاي؟ يقول لك ديسيديوال سيبتا تنزل لتحت وتزق اللي تحتها وتعمل سيبتا ديسيديوال سيبتا لما نزلت وزقت السايت والسنسيتي وعملت السيبتا عملت جروف وبلزولها والجروف ده بين تو اليفيشنز طبعا كل واحد فيهم هيبقى مين؟ فاكرين الماتيرنال سيبتس كان فيها؟ كوتليدونز هم دول الكوتليدونز طب ايه اللي تعرفه عن هذا السيبتم؟ يقول لي الديستنس فروم ذا روف اتس فورمد فروم ذا سيديوال زاس سايت بروفوبلاست سنسيتي بروفوبلاست ات داز نوت ريتش ذا فلو اوف ذا انترفيل سبيس او ذا كورونيك بيت فلقيته ايه ما حدش يقول ده احنا بنفكر مع بعض لان لما اكون حاجه رسمي خلاص دوكيمنت بكتبها في ورقه معايا ما اتكتبتش يبقى احنا بنفكر بعلمكم ازاي نفكر بعد ما عرفنا الانترنال ستراكشر اوف ذا بلاسنتا هيجي عنوان اسمه بلاسنتا البارير يعني ايه بلاسنتا البارير؟ تس سيبريشن بتوين ماتيرنال اند فيتال بلاد مين يقول لي الماتيرنال بلاد موجود فين؟
بلاقي ربنا بيسكنني ويغادر عن طريق فيديو. طب ما فين الفيديو ده؟ اللي هو في الارض عن طريق بيزنس ثاني. طب ايه اللي بيفصل الاثنين عن بعض؟ اللي سبت البارير. طب انت سبت البارير ده بيتكون من كام طبقه؟ نشوف كده مع بعض. الطبقه دي اسمها ايه؟ الطبقه اللي من بره في كل فيلا، الطبقه الخارجيه اسمها ايه؟ سينسيتو تروفو بلاست. وبعدين الطبقه دي سايتو تروفو بلاست. وبعدين ميزو ديرم، فاكرين تركيب التشري فيلس؟ سينسيتو وسايتو والقلب كان ميزو ديرم؟ سوماتيك ميزو ديرم. وبعدين الوول اوف ذا بلاد فيسل انسايد ذا فيلس اندوسيليا. اندو سيليا اللي هو بطلان بتاعت البلاد فيسل اللي هي اربع طبقات. تاني ايه هو البلاسنتال بارير؟ فور لايرز من جوه من بره لجوه، سينسيتيو تروفو، سايتو تروفو، ميزو ديرم، اندوسيليا. هذا البارير بعد الشهر الرابع محتاج يبقى ارفع عشان يدي رابيد اكستشينج، لان البيبي كبر. البيبي عايز ياكل اسرع. ففي السكند هاف بريجننسي بيفقد طبقتين من اربعه. الطبقتين في الوسط. مين اللي يفضل؟ يبقى البلاسنتال بارير في السكند هاف بريجننسي في طبقتين بس من اربعه دول. مين هم؟ السيسيتيو والاندوسيليوم. اكيد الاندوسيليوم كان لازم يبقى فاضي، لان مفيش بلاد فيسل هيفقد الاندوسيليوم بتاعه. اللي معناها ان البلاد فيسل ده يفتح البلاد بره. فالاندوسيليوم ده واحد من الطبقتين. مين التاني؟ سينسيتيو ايه؟ تروفو بلاست. ايه فوائد البارير؟ ربنا ليه خلق بارير ما بين التو بلاد؟ ليه؟ اولا عشان يمنع الميكسنج بتوين التو بلاد. دي اول حاجه. بريفنت باسج اوف هارمفول او دامجينج فاكتورز. ممكن الام تكون في البلاد بتاعها فيه توكسنز. ممكن يكون فيه هرمونات. يقول لك الناتشرال هرمونز والتوكسنز اللي في دم الام شعت اللي ممكن يعدي ارتفيشال هرمون. زي ايه؟ حاجه اسمها البروجستين. ده الارتفيشال بتاع البروجستون. حاجه اسمها ايه؟ ده مصنع ده ممكن يعدي. فالام تبقى عارفه والدكتور عارف ان لو ادى الهرمون ده لاي سبب علاج لاي سبب هيعدي كده. فاهمين معايا؟ البلاسنتا بارير مش هيمنعها. البلاسنتا بارير بيمنع مرور البكتيريا وبعض الفيروس، لكن للاسف بيسمح بالفيروس الاصغر حجما. زي مين؟ زي الايدز. ماشي هما لسه بيشرب. حسيت عمال ما تفتح وتزعق وترجع. تمام. طبعا هو عنده حق ان الدوشه الخارجيه ممكن تفقد تركيزك وتفقد التركيز. فاحنا ان احنا حابين ان نعمل اوت على فكره علامه كويسه. انتوا حابين قوي ان احنا نعمله زي ما انا شايف ان كله مركز قوي مع القصه زي ما كنت بحكي حكايه. فدي حاجه ظريفه. اوكي؟ كان الصبح اصلهم بيقولوا للبيولوجي يا جماعه الدكاتره الكبار يعني بيولوجي صعب على الطلبه في سنه اولى ويفهموا ازاي، والطلبه بيقولوا احنا مش فاهمين حاجه وحافظين بس. قلت تعالوا اسمعوا المحاضره وشوفوا هم بيجاوبوا ازاي. تمام؟ قالوا احنا متاكدين. حد من الكبار اللي يحطوا الامتحان فيعني ارجعوا معايا تاني يا جماعه. اي سؤال يجي في البيولوجي انا عارف اللي جاوبه. شاطر. نعم. نرجع للمحاضره بتاعتنا عشان الوقت. يلا يا جماعه. بلاسنتا البارير ايه تاني بيعمله؟ يا دكاتره يا دكاتره خليكم معايا. نديم اسمك قد الميكروفون يا نديم. بلاسنتا البارير بيعمل ايه؟ بيمنع اختلاط الدم بتاع الجنين مع الام، وبيمنع مرور ايه؟ توكسيك ماتيريالز والهرمونز. لكن بعض الارتفيشال هرمون بيعدي. كمان بيمنع مرور البكتيريا وسام فيروس. لكن سام فيروس بتعدي زي الايدز، زي روبيلا، حاجه اسمها حصبه المانيا، زي الميزلز الحصبه بتاعتنا المصري. تمام؟ زي حاجه اسمها سايتوميجالو فيروس. لا منهم امثله دول يقدروا يعدوا. ولو حصل اصابه للام بالذات الحصبة الألماني ضغط تعمل مشاكل كبيرة جدا في الجنين، وممكن تبقى أحد أسباب الأبورشن. يعني الدكتور يقول لها شخصتي روبيلا لازم البيبي ده ينزل. لأنه بيبقى فيه مشاكل في القلب وفي الوزن حاجة كتير أوي. فبيبقى الفيني كله ضغط خالص من الفيروس ده عنيف جدا. الفيروس ده عنيف جدا.
في نفس الوقت البلاسنتر بار بيسمح بحاجات حلوه انها تحصل، فبيسمح بالجاز تشينج، فالبلط اللي في الجنين بتاع الجنين في CO2 عالي بتدي للام، واخد بداله ايه؟ اكسجين، واخد نيوتريشن ودي ايه؟ ويست برودكت. كمان بيسمح بمرور انتي بوديز من الاسبوع 14، بيعدي الانتي بوديز من الام للجنين، منذ هذا الوقت الجنين اميون، عنده مناعه مش بتاعته، المناعه دي جايه من الام، ويقدر ياخد في المناعه دي لغايه بقيه الحمل، وبعد الولاده يستمر. يستمر ازاي؟ مش بلاسنتر، عن طريق الميل الرضاعه لاكتيشن. عشان كده بيقولوا الناتشر لاكتيشن ده اهم، الفيدنج الناتشر مش الارتفيشال. الارتفيشال ده تلاقي بيبي مكبص كده شكله حلو بس ضعيف جدا، الاميونتي بتاعته ضعيفه لانه ما بيخش اي ميو سيستم. والاميونتي النازله في الرضاعه بتكفي بيبي اب تو 6 شهور. بنلاقي حسن الحظ الحمد لله ان البيبي في السن ده ما بيعياش، لكن بعد كده يبتدي بقى يكون المناعه بتاعته انه يتعرض لادوار وهو يعمل الانتي بوديز بتاعته. يبقى الناسنت البارد ده بيسمح بمرور انتي بوديز؟ ايوه. الاكل والاكسجين؟ ايوه. تمام؟ بيمنع مرور البكتيريا وصام فايروسز؟ تمام. بيمنع مرور التوكسيك ماتيريال الهارمفول اللي ممكن تعمل دامج ليه من الام ليه، بيمنعها؟ بيمنعها. والهرمونز الناتشرال بيمنعها، لكن بعض الهرمونات الارتفيشال زي البروجستين بتعدي. الوظائف بتاعت البلاسنتا البري دي هقولها مره ثانيه في اخر البلاسنتا. ايه فانكشنز اوف البلاسنتا بقى يا جماعه؟ تمام؟ هتبقى فانكشنز اوف البلاسنتا هي فانكشنز اوف ذا بارير بلس برودكشن اوف هرمونز، لان برودكشن اوف هرمونز ده مش وظيفه البري. فاهمين؟ تمام. يلا نبص مع بعض، ادي الاستراكشر بلاسنتا. طبعا الكلام ده بقى اللي احنا قلناه فور اللايف انترفينس سبيس، الشم فيزيكال سيبتا، الكورونيك بليت، كل ده تركيبة البلاسنتا. البلاسنتا البارير قلناه اللي هو سيبريشن من الفيتا بتاعنا البط، بيتكون من ايه في اول البريجنسي؟ عيد معايا سيتيو سايتو اكسترا بيرونيك بيسدير، طبعا سوماتيك اندوسين. طبعا الاثنين في وسط لونهم مختلف ليه؟ عشان في السكند هاف بريجنسي هيفقد، في السكند هاف بريجنسي يا جماعه دول هيعملوا تسابير ويفضل بس واحد واربعه، فيبقى البلاسنتا البارير ارفع والاكسشنج اسرع لما بيبي يكبر. ايه الفانكشنز اوف ذا بارير؟ نراجع مع بعض. سيبريتس بين فيتا اند ماتيرنال بلاد، بريفنتس جازز اند نيوتريتيف اكسشينج، فاهمين يعني ايه؟ بريفنت باسج اوف بكتيريا موست فايروس اند دامجينج فاكتورز، والناتشرال هرمون لو تفتكروا. بلاسنتر سيركوليشن، ليه بلاسنتر سيركوليشن؟ المفروض تقولوا هل انت يعني ايه بلاسنتر سيبريشن يا جماعه؟ بتتقسم البلاسنتر سيبريشن. يعني ايه بلاسنتر سيبريشن؟ يعني سرعان الدم جوه البلاسنتر ازاي؟ الدم بيمشي ازاي؟ انا قلت في وسط الكلام ده خدتوا بالكم، فاللي هقوله ده اعاده. البلاسنتر سيبريشن اهو هنقوله على الصوره. يقول لي بلاسنتر سيبريشن از فورمينج اوف تو بارتس، ماتيرنال بلاد وفي ده بلاد. يلا ماتيرنال بلاد في عندي ماتيرنال ارتيولز كام؟ بيفتحوا في الانترفيلس سبيس، بيبنوا الانترفيلس سبيس بكام؟ ملي 150، بيتغيروا في الدقيقه 3 4 مرات. شوفوا قد ايه سرعه تنظيف الدم، من 3 ل 4 مرات في الدقيقه بيتغير الدم اللي جوه الانترفيلس سبيس. طب البلاد اللي نزل ده بيخش الانترفيلس سبيس ويحصل حاجه اسمها اكسشينج، وبيرجع البلاد عن طريق فينيول، مش كده؟ ده بالنسبه للانترنال بلاد بارت اوف سيركوليشن. طب الفيتا انا قلت بارت، قلت ان الدي اوكسجين بلاد بيروح للفيلاي عن طريق امريكان ارتس، وبعدين يحصل اكسشينج والبلاد يبقى اوكسجينيتد ومحمل بالنيوتريشن ويرجع تاني عن طريق امريكان فيز. يبقى البلاسنتا سيبريشن اوف دهب ما موتش حاجه كده غير حاجه واحده، انه بيتغير البلاد 3 ل 4 مرات في الدقيقه، دي الحاجه الوحيده اللي بتزيد. لكن في معنى ذلك انا قلت التو كومبوننتس، الفيتا بلاد فين؟ المانتينا بلاد فين؟ وبعدين فصلت بينهم بايه؟ ده الكلام ده كله ايه؟ قلنا لغايه المرحله اللي انا فيها دلوقتي. لو جالي سؤال بلاسنتا من غير صور، ايه الديفينيشن؟ اورجن اوف اكسشينج اوف ماتيريالز بتوين جانا بلاد. طيب بالعين المجرده ايه مواصفاتها؟ شكلها ايه؟ ديس شيب دايمتر 15 ل 25 سكنس 3 سم، ليها كام سيرفس؟ ماتيرنال، في فرق بينهم الماتيرنال عليكم تريدوس، وعرفنا بقى ان الجروفز اللي نزلت دي كانت مكان السته اللي نازله جوه الانترفيل سبيس اللي تحتها. كام كوتريدو عندنا؟ 15 20. طب السيرفس تيرس وفيتا يتماثل ايه؟ ايه اللي ماسك فيه؟ ما بين كركور سنترال اتاتشمنت ولا
نيل سنتر. برافو عليك. نغطي الطبقه كامله. طب وزن البلاسينتا كام؟ 500. تمام. طب انت سمعت الكلام ده قبل كده؟ برافو عليك. وانا اعتقد ان سمعت الانترنال ستراكشر اوف ذا بلاسينتا. في ايه؟ العناوين الكبار يقول لي في عندك كورونيك بيت سيديور بليت. ايه اللي بينهم؟ الفيلاي والتالتة الفيلس بيس. مين شاطر يقول الكورونيك بليت كان اربع عضلات؟ ثلاثة اللي هم الوول اوف كورن العادي بتاعنا، بس في طبقة رابعة امنيوم بعد الفوضي بقى في طبقة امنيوم. يبقى امنيوم وايه كمان؟ سوماتيك ميزودير سايتوتروف بلاست سنسيتوتروف بلاست. طب دي سيديور بليت معمول من دي سيديور بزاز وحاجة انت بعد الفيلاي برضه بس خلايا اتطردت. سايتوتروف بلاست شيل وسنسيتيو روفوبلاس. طب بين التو بليتس ايه اللي موجود؟ تقول لي في فيلاي، والفيلاي في عندك اسمين ستيم وابزوربي. الستيم اللي هو ممتد من الكوروني بليت للسيديو بليت صح؟ واللي طالع منه الدراعات الجانبيه اسمها ايه؟ ابزوربي او فلوتس. طب بين الفيلاي وبعضها انتر فينس الدم اللي في الانتر فينس بس جاي منين؟ كميته قد ايه؟ 150 بيتغير كم مره؟ وكم ارتريول فتحوا عشان يدوا الدم ده؟ انا مش عايز عشان ما اسيبكمش، لكن بامانه شديده ما تسقفوش لو سمحت، بس انا بكلمكم بجد، انا مش بقول عشان تسقفوا انتوا، برافو، لان انا معايا دلوقتي ما تضحكوش، انا بتكلم بجد، انتوا مش واثقين في نفسكم، بس ما شاء الله عليك بجد يعني، لان انا التنس رش البلاسينتا دي مش سهله، انا بقارن، فكون ان احنا لقطناها كده انا مش عايز ست شوط اهو دمكم صبايا تمام عشان ما حدش يقول احسن ما شاء الله. طيب امال ايه ده؟ انا بخاف من الجمله اللي بقولها دي عشان بعديها تقعد تقول يا خاين نفسه بقى اللي هو وصل التلفزيون والاطواق والكلام ده. خلاص انسوا ان انتوا شطار. شطار في التنس فاشل بس ما اعرفش مين. المهم ايه ده؟ سيجر سيكتور ده نزل منين ده؟ يقول لي السيجر زقت السايد والسنسيتي والثلاثه مع بعض عملوا سيكتور وصل للفلور؟ مش مهم هو بقى فايته ايه؟ هو مش ابزوربي مش دعوه ابزوربشن صح؟ بعد كده بعد ما قلنا الاستراكشر اتكلمنا عن موضوعين من ضمن الاستراكشر. اول موضوع فيهم ايه هو البلاسينتا بارير، الموضوع الثاني البلاسينتا سيبريشن. ايه هو البلاسينتا بارير؟ سيبريشن بين فيتال اند ماتيرنال بلاد. كان كام طبق؟ اللي هم سنسيتي وسايتو في السكند هاف بريجنسي مين هيروحوا؟ مين هم اللي فروزن؟ سايتو ميستر فضل معايا اللي سنسيتي دول كلهم سنسيتي فور راجل ايه؟ اكسشينج. البلاسينتا بارير ده بيمنع اختلاط الدم ببعض، وكمان بيمنع حاجات تانية، بيمنع مرور التوكسيك ماتيريالز والناتشرال هرمونز والبكتيريا وموست اوف فيروس، لكن بيسمح بحاجات تعدي. الاكسجين، سي او 2 جاز اكسشينج، نيوتريشن اكسشينج، الانتي بودز. قلتها مرة واحدة صعب جدا تفتكروها. بدأ من الأسبوع كام؟ برافو عليك، بدأ من الأسبوع 14 بيعدي الانتي بودز، ومن هنا يبدأ المناعة الجنين ان هو يبتدي ان هو يكتسبها. اوكي؟ البارير وظائفه هي وظائف البلاسينتا اللي اخدت بيها البلاسينتا، بس البلاسينتا هتضيف على وظائف على الوظائف دي هرمونز لانها بتنتج هرمونات. اوكي؟ شوف طارق برافو عليك. خلاص البلاسينتا كان الباط في طبقات فهمنا الحته دي فانكشنز اوف بلاسينتا. مين يقول لي ايه وظيفه البلاسينتا؟ بتعمل ايه البلاسينتا؟ اكسشينج جازز نيوتريشن كمان سكريتوري. بلاش سكريتوري في الاول اكسكريتوري. بتخلص من اليوريا والكريترين بتاعت الجنين فين؟ في الدم بتاع الام. ايه كمان؟ بريفنت مسج اوف بكتيريا وموست اوف فيروس والتوكسيك ماتيريا والناتشر هرمونات. كل ده ايه ده الكلام ده بتاع مين؟ بتاع البارير. لكن بالاضافه بقى برودكشن اوف هرمونز. تعالوا نشوف بقى لون الهرمونز. كل ده احنا قلناه برودكشن اوف هرمونز. البلاسينتا بتعمل بروجسترون بيحافظ على الاندوميتريا. نسبه البروجسترون الحلوه في الدم تخلي الاندوميتريا سليمه ما يقعش واللي يحصل ابورشن. لان الاندوميتريا لو وقع از بلاد ليفينج ذا يوترس يبقى حصل صعب حصل ابورشن. يبقى البروجسترون ده مهم قوي، والبلاسينتا بتعمل بروجسترون وتقول شكرا للكورباس ليوتيم. لانه كان قاعد الشهر الرابع عمال يطلع لي في البروجسترون عشان يحافظ على الاندوميتريا لغايه البلاسينتا ايه؟ ما تعمل. فيبتدي ان هو يحصل له اتش. طب الاستروجين بيطلع استروجين؟
يقول لي ايوه. بيعمل ايه ده؟ بيكبر اليوترس وبيزود ديفلوبمنت اوف ماماري جلاند استعدادا ان في بيبي جاي عايز ياكل. الجلاند اللي بتشوف والفاتس في تلاقي الماماري جلاند تلاقي البريست بيكبر مع البريجنسي نتيجه مين؟ الاستروجين. بيكبر حاجتين الاستروجين ده، اليوترس والماماري جلاند. اوكي؟ يبقى ايه الهيومن كورونيك جونادوتروفين ده اللي كان بيطلع عشان يحافظ على الكوربس ليوتير. بيروح للكوربس ليوتير ويستنى خليك شغال لغايه لما الجلاسيل تبقى ويل ديفلوبت وتقدر تطلع البروجسترون الكافي لانه حافظ على الاندوميتريا. ممكن تكون البلاسينتا اتكونت والكوربس ليوتير لسه موجود بس البروجسترون بتاعها لسه مش كافي. استنى شويه تبتدي تطلع له هيومن كوريونيك جونادوتروفين اسمه كده هيومن كوريونيك جونادوتروفين. وهذا الهرمون هو ده اللي بيتشاف في عمليه برينس تيست. هو ده اللي بيتشاف في البرينس تيست. ممكن يتشاف بوزيتيف او نيجاتيف وممكن يتقاس كميته فاقدر اعرف تقريبا الايج بتاع الامبريو. لان كل ما يكبر كل ما البلاسينتا تكبر كل ما الكميه تزيد. اوكي؟ طيب سوماتو ماموتروبين، هذا السوماتو ماموتروبين ده بيقول للام البيبي اهم. تطلع شعري سوماتو ماموتروبين انا ما كنتش بحضر على فكره كده. موهبه. بيقول الام البيبي اهم، لو في عندي جلوكوز قليل هنديني ايه؟ وانت تدوخي. لازم تجيبها بونبوري. تمام؟ الكالسيوم اللي في الدم قليل ما بتديش جبنه، ما تديش نسبه في جبنه. تمام؟ العظم بينزل كالسيوم يدي البيبي الاول، يبقى البيبي اللي بيتكون ليه اولويه. مين اللي يدي له الاولويه دي؟ مين اللي يعمل له الكوسه دي؟ سوماتو نامو روبين. انتوا عارفين الكوسه دي جت من قلت لكم قبل كده عليها. يعني ايه كوسه؟ يقول لك ده كوسه. ايوه وصل. يعني هي كده صغيره كده من زمان كانت القاهره صغيره كان حواليها اسوار وبيبان ابواب القاهره. كان الريف بيبعتوا الخضار للقاهره اللي ما يلحقش يوصل قبل ما يقفل الاتلوب الليل ويفتح الصبح عشان الامن. فكان اللي يوصل قبل ما يفتح يخش باب قفل يقف بره يستنوا الصبح الا تجار الكوسه لانها خبوص. فيفتحوا الباب بيعدوا فالناس اللي واقفه تخيل ايه ده؟ في من زمان ايه ده في كوسه؟ يعني حاجه كده بريك صغير كده او انا اجيب نرجع تاني المحاضره. هل البلاسينتا بتشتغل كباريا البكتيريا او فايروس؟ طبعا ده احد وظائف الباريا البلاسينتا الباريا. اكسكريتوري فانكشن انها بتخلص من اليوريا والكرياتينين بتاع البيبي؟ ايوه طبعا يبقى دي وظائف البلاسينتا. تمام؟ يا ترى البلاسينتا ممكن يحصل فيها مشاكل اسمها انوميليز ولا دايما البلاسينتا نورمال؟ لا اول انوميلي انفكتو النورمال سايت. ان البلاسينتا ممكن ما تكونش فوق ممكن تبقى فلور سيجمنت فتعمل حاجه اسمها بلاسينتا بريفيا بايتالس ومارجنالس وسنترالس. دي احنا بنعمل كده مع البلانتيشن يا جماعه. اخطر واحده فيهم البلاسينتا بريفيا ايه؟ سنترالس. الفيميل بتبقى بريفيا والدكتور يعمل لها سمار ويكتشف انها عندها بلاسينتا بريفيا يقول لها انت ما فيش حد لازم سيزاريا قيصريه. ما ينفعش تقول الطبيعي ليه؟ اللي هي بيبي لما اليوترس بيكون راكت البيبي غالبا بينزل براسه او بالعكس المهم انه هيزق البلاسينتا يقطعها ويعمل سيفير هيموريج. يلاقي الدكتور لو هو جاي له حاله مش متابعها مش بتاعته لان ساعات كتير قوي في ميلز ما بقاش عندها الوعي انها تتابع قبل الحمل ووقت ما يجي ميعاد الولاده تروح تولد. فممكن الدكتور يكتشف حاجات كتير جدا منهم ده منهم ان هي عندها البلفز بتاعها ضيق. ده السبب الثاني ان هو لازم يفتح سيزاريا. بيبي حجمه كبير والبلفز ضيق ما ينفعش تولد عادي. تمام؟ هو بقى ممكن يحصل مشكله وهو بيولدها وكل حاجه طبيعيه. امريكان كورد اللي ممكن يلف حوالين البيبي قلت لكم عليها قبل كده اللي هي العمليه اللي ساعدت فيها الوحيده العمليه الوحيده اللي ساعدت فيها بس الحمد لله نجح. ممكن البلاسينتا تبقى مشقوقه باي لوت او تراي لوت يعني عامله قصين او ثلاثه دي انورمال شيب. وممكن تبقى انورمال النمبر لو في توين كل واحد يبقى البلاسينتا بتاعته بقى من عندنا. النورمال هنا مش معناها ان هو في بيبي هيموت ان هو ده مش اليوجوال التوائم مش اليوجوال اليوجوال بيبي في المره صحيح. بيبقى في ناس تقول لك يلا اثنين وتخلص الام بالذات يعني اثنين بيبي يا سلام لو توأم ولد وبنت يبقى كل كده يبقى وصلنا للاخر كده توين بلاسينتا. وممكن الاقي بلاسينتا واكسسوري عشان بعد ما البيبي يتولد والبلاسينتا تنزل تاكد ان مفيش
ده ممكن لو سمناها ما نزلش يعمل انفكشن. اب نورمال في الاتاتشمنت اوف امريكا كود، والامريكا كود نورمال اتاتشت فين؟ مين سنتر اوف فيتا سيرفيس اوف بريزنت؟ ده ممكن يمسك على المارش على حاجه بتاعت البريزنت، والاغرب ممكن يبقى بره البريزنت، والبلاد ديستنس ماشيه رايحه للبريزنت ثرو ميمبرينز. والميمبرين في الحاله دي هيبقى مين الاميون؟ اللي مغطي كل حاجه ومن تحتيه البلاد ديستنس ماشيه. شوف الصور طبعا دي شفتها كده، دي البلاسنتا بريفيا مارشنالز، لان المارش بتاع البلاسنتا على فتحه عنق الرحم، وده فرانكاس علشان فوق، بس برضه خطيره برضه ما ينفعش تكون طبيعي. سنترال شفنا الكلام ده قبل كده. دي اسمها فيلا بينتس اتاتشمنت فور ذا ميديكال كور، البلاسنتا اخرها هنا يا جماعه. اللي صور الصوره عشان مش قادر امسكها فراح رسم لك نقط مكان اخر البلاسنتا، وده الاميون اللي مغطي السيرفيس ده. بصوا ده الميديكال كور اهو، والبلاد فيسل ماشيه تحت الممبرين ده، فيقول لك اسمها بشكل اسمه فيلامنتس. ده نورمال لكن مش مشكله، مش مشكله لان البلاد فيسل رايح وجاي والاكستشينج شغال وكل حاجه شغاله. هنا ده مش نير سنتر ولا بره شويه، حاجه اسمها باتن دور. باتن دور، طب يا دكتور انا مش فاكر فيلامنتس باتن دور دي، ممكن اقول مارجنال واوتسايد سنتر طبعا. ده دول اللي هو النورمال اتاتشمنت اوف ذا امريكا كور، ودول هيتقلبوا على الامريكا كور برضه، يعني تو انيمالز دول. دي بلاسنتا اهي، وده اكسترباط زياده. يبقى هنا هو الابنورمالتي في الشيء ان انا عندي ايه؟ نمبر، النمبر زياده، ان انا عندي يا جماعه بلاسنتا عاديه وواحد زياده اسمه اكسسوري. اسمها اكسسوري ايه؟ بلاسنتا. دي مش مكتوبه في الورق ولا في الكتاب. بس ساعات البلاسنتا تبقى شيء شويه عفريته، المفروض انها تبقى البلاسنتا في الاندوميتريوم، بس لو نسيت يعني ممكن انها تخترق لغايه المصل، سموها بلاسنتا اكريتا. ولو طلعت بره اكتر شايفين ده بير اكريتا، بير اكريتا. مش مهم دي، مش مهم دي، لكن ممكن انا اقولها ديب انفلتريشن اوف بلاسنتا. يبقى ده نورماليتي، لان ده هيخلي البلاسنتا تنفصل بسهوله بعد الدليفري ولا تفضل ماسكه؟ تفضل ماسكه لانها دخلت على مين؟ على العضلات. الانوميليز مين يقول لي في البوزيشن؟ بلاسنتا اسمها بلاسنتا ايه؟ نور سيجمنت. بلاسنتا بريفيا ثلاث انواع، هم مين؟ بلاسنتا بريفيا سنترالز مارجنالز بارنتالز. في النمبر بلاقي اكسسوري، لا دي الشيء بايو تريوم دي شكلها، فهي بلاقي ان البلاسنتا كلها عامله كده. هي مالهاش حل، ما مش مشكله. لا انا بتكلم عن بتكلم على كريتا. دي ممكن توصل لدرجه، وطبعا انا مش تخصصي نساء ولاده، لكن اعتقد ان ممكن توصل لدرجه ان شيوريتس. ما هياش كومن، ما حدش يا جماعه. انا مش عايز اقول الكلام ده عشان ما حدش يتخصص. بصوا معايا البلاسنتا عامله ازاي؟ ترايلوت، ده شكل مختلف مش ديسك، ممكن تبقى باي لوب لو اتنين، لكن البلاسنتا دي ديسك عاديه خالص وفي حته جنبها اسمها اكسسوري. يبقى دي في النمبر. يبقى النورماليتي في البوزيشن بلاسنتا بريفي، النورماليتي في الشيب ترايلوت او باي لوب. خلاص كده؟ بوزيشن وشيء. التالتة نمبر، ان يبقى في اكسسوري او توين توأم. الانوميلي اللي جاي اتاتشمنت اوف امريكان كورد المفروض نير سنتر، لا هيبقى على المارجن او بره المسافة. المارجن اتاتشمنت اسمه باك دور، اللي بره اسمه فيلامنتس. اخر حاجة اللي مش مكتوبة في الكتاب عندكم اللي هو دي بنتريشن او انفلتريشن اوف بلاسنتا، المفروض البلاسنتا تبقى في الدي سي بس، لا دي ممكن تخش على مين كمان؟ ممكن تخش على النص اللي هي، فتبقى انفصالها بعد كده صعب. نعم. ايه اللي بره البلاسنتا؟ الصور، الصور بتاعتها؟ لا انا واحده اللي هي الاكيتا؟ لا امريكا كود. هو ده لسه هيجي تاني مع الامريكا كود على فكره. لكن بصي اهي البلاسنتا اهي. المفروض ان البيك كورد يطلع من حته من هنا، ان ده فيتال سيرفيس، ما فيهوش تو كريدونز. بص الامريكا كورد فين؟ والبلاد بس ماشيه تحت الممبرين ده. دي بيسموها فيلامنتس.
النوع الثاني هي المفروض السنتر هنا هي المفروض تبقى هنا امريكا كورد لا بره شويه فهي ممكن اقول عليها هاشتاج ممكن اقول عليها باتل توب اتاتشمنت. دكتور نعم في الحقيقه يعني في انسانيه هنا في الصف ده احنا عرفنا ان ده فيكال او سيف ده الصوره الثانيه اللي هي سنة نشوف الصورة الأول ده في ثانية برضه يا رجالة لا 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 مفيش هنا بص اللي أنت شايفاه ده ده غلط بزنس مفيش أوبر عايز تشوف الكوتريكونز بص هنا ده ماتيرنال لكن ده فيتا حد إيه؟ عمر شوية حرك لسه هو ده ولا في واحد تاني تحت ناخد 5 minutes break يا جماعة